أسعد الله مساءكم أحبتنا متابعينا على فضائية نورسات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لنورسات الأردن. كل عام وأنتم بخير. المسيح قام. هذه أرض مقدسة وهذه أيام مباركات فيها خضنا مضمار الأربعين الكبير المقدس ومررنا على شهر رمضان الفضيل، ثم توقفنا مع الفصح وعند الفصح وفي الفصح لننشد في كل الأرجاء المسيح قام، وبعدها تصافح المؤمنون الأردنيون مهنئين بعضهم بعضا بالفطر السعيد، ورحبنا بجلالة الملك الذي نحتفي بتكريمه في هذا المساء، رحبنا به بفرح وبهجة وهو يعود إلينا من ألمانيا بعد عملية جراحية، فرفعنا التهنئة له بعد الحمد لله تعالى على نعمائه. واليوم نلتقي أيها الأحباء في أفياء حدث بالنسبة لنا لم يكن مفاجئا، مع أننا لم نسمع عنه إلا مؤخرا عندما أعلن عن تكريم جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك رانيا عبد الله بجائزة الطريق إلى السلام. في هذه الأجواء، هذه الأفياء، نلتقي في عين على المشرق في لقاء مميز متميز. الدعوة وجهناها لصاحب السيادة الحبيب سيادة المطران خريستوفوروس رئيس أساقفة الأردن للروم الأرثوذكس، والذي نحتفي بذكرى سيامته أسقفا بعد 4 أيام، 4 سنوات مرت على أسقفيته، ولم يجد أجمل من هذه المناسبة لأن يتحدث إليكم عبر عين على المشرق. سيتحدث إلينا بعينه المحبة وبقلبه الكبير، وهو يقود الكنيسة الأرثوذكسية ومعها شقيقاتها الكنائس مع إخوته الأساقفة رؤساء الكنائس، يقود نهضة نراها في رعايا هذه الأبرشية المحروسة من الله. معي رحبوا بسيادة المطران خريستوفوروس. أبونا المسيح قام. حقا قام. أنا سعيد اليوم إني معكم ومعك أنت شخصيا. الله يبارك فيك سيدنا. وسلم تمك على الكلام الجميل اللي دايما بفيد من قلبك المحب. شكرا يا سيدنا. وحقيقة سعادتي كبيرة لأنه اليوم نحن ما زلنا بأجواء الفصح المجيد، وهي مناسبة حتى نعايد على كل أبنائنا، أبناء الوطن والعالم بأكمله، بمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنيين للكل نور القيامة المنبعث من القبر الخلاصي في القدس الحبيبة، إنه ينير دائما قلوبنا، بيوتنا، أسرنا، عشائرنا، عائلاتنا، والوطن بأكمله والعالم كله. وقديش كمان سعادتي اليوم لأنه كمان زي ما تفضلت كمان كان عيد الفطر السعيد، وكلنا مع بعضنا البعض مسلمين ومسيحيين منعايد بعضنا البعض بهاي المناسبات اللي دائما وحدتنا مع بعضنا البعض هي ميزتنا بهذا الوطن الحبيب الأردن تحت قيادة جلالة سيدنا عبد الله الثاني المعظم، اللي منصلي دائما لربنا من أجل سلامته وحتى يستمر هاي المسيرة المباركة والمحروسة من الله مع كل هاي الإنجازات للوطن وللإنسانية وللإنسان، لأنه نحن محتاجين لمثل هيك قادة إنهم يقدروا يحملوا النظرة الروحية الإنسانية للإنسان المعاصر في زمن اللي كتير من القيم عمالها تداس بأبشع صورها.
فقديش مهم إنه نحن نضلنا متماسكين مع بعضنا البعض بهاي الروح حتى نقدر إنه نقدم دائما شيء جميل من بلادنا المقدسة، من حضارتنا اللي دائما هي ممتدة عبر كل العصور والأزمنة، حتى نقدر دائما نقدم الإشي الجميل الجديد والمبارك من ربنا حتى يديم علينا كل النعم والبركات. فأبونا سعيد اليوم معك، وشكرا لمحبتك أنت، كل سنة وأنت سالم. شكرا صاحب السيادة حبيبي. بدي أتوقف عند المطران خريستوفورس في هذا المساء قبل أن ندخل إلى المناسبة الجميلة. بالأربع سنين كم خوري صرت راسم سيدنا بالأردن؟ أبونا المزبوط ما عديتهم، بس ولكن صح الحصاد عدد نعم الحصاد نعم المزبوط، في عدد لا بأس فيه من الشمامسة ومن الكهنة صاروا، وبشكر ربنا على هاي النعمة أبونا. ليش؟ لأنه نحن بزمن صعب، وكتير مرات كتير يعني ما في طلب من أبنائنا إنهم يحبوا يدخلوا بالخدمة في الكنيسة، ولكن الحمد لله ربنا عماله بيبعث لكنيسته عملي اللي منصلي إنهم يكونوا صالحين ويقدروا يخدموا الكنيسة، ويقدروا إنهم يكونوا يعني يقدروا إنهم يوصلوا لخلاص نفسهم ولخلاص أبناء الرعية. هذا المنصلي، بس الحمد لله في ثمار. نشكر الله، يعطيك العافية سيدنا. قبل أن يعني نكون على الهواء، إحنا قلنا إنه عمان لوحدة مش الأردن. نعم. وأنت يعني ملاحظ، وهذه ملاحظة جديرة بالاحترام، إنك أنت مش شايف الأردن فقط عمان، الأبرشية مش عمان، وبتزور رعاية وبتحتفل بالكنائس بالرعاية. كيف يعني كيف تختار هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا النهج؟ إيش اللي بشجعك عليه سيدنا؟ أبونا بتعرف أنا دائما بفكري وفي قلبي إنه ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح افتدى كل نفس بشرية بذاتها، وهذا إشي كتير مميز إنه هو خصص كل إنسان بنفسه. وهون دورنا بيجي نحن ككنيسة إنه نكون قريبين من كل إنسان أينما وجد. مش لازم نبعد عن كل التصنيفات اللي كتير مرات إنها بتكون موجودة في عصرنا، اللي مرات بتعطي قيم معينة لبعض من الأمور أو لبعض من المناطق أو لبعض من الأمكنة. لازم نتخطى كل هاي ونقدر بروح المحبة الحقيقية اللي بعثها المسيح فينا كرعاة، إنه نقدر إنه نشوف كل إنسان كرعاة. نعم، إنه كل إنسان أبونا هو مهم وفي موقعه، نحن لازم نكون بالقرب منه حتى نسنده روحيا، حتى نقدر إنه نثبت وجوده، لأنه كتير مهم إنه وجودنا المسيحي يبقى في كل قرانا ومدننا في كل أماكن المملكة. لأنه كتير عمالنا منشوف الظروف الاقتصادية كتير مرات بتحاول إنها تسوي هجرة على المدن أو للخارج، فكتير مهم إنه أولادنا اللي بقيين في قرانا وفي مدننا إنه نحن نهتم فيهم، نكون قريبين منهم، لأنهم بيستمدوا تعزية وقوة من الكنيسة، وبالأخص لما يشوفوا نوع من إنه نحن شايفينهم بهي القيمة اللي بيحموها، لأنه أنا حقيقة بقدرهم، لأنه بشوف قديش عندهم محبة للكنيسة وللوطن، وبقائهم في أماكنهم هو رسالة لكل واحد فينا من العودة لهويتنا لأرضنا لبلادنا، وما نترك إنه نضلنا موجودين فيها. أنا بحس إنه في نفس وطني هون، نفس وطني ليس روحي فقط. نعم. ورعائي فقط، وإنما أيضا وطني، يعني إنه أنت تحب هذا الوطن من شمالي إلى جنوبه، مش مكتفي بعمان. أبارك لك سيدنا بالذكرى الرابعة لأسقفيتك، والرب يحميك. شكرا سيدنا. جئنا في هذا المساء نحتفي بالمحتفى به. نعم. نيويورك تصر مجددا من جديد أن تكرم جلالة الملك، وكما قلنا في المقدمة لم تكن مفاجئة لنا أن يحصل جلالة الملك على هذا التكريم في نيويورك. ميزة هذه الجائزة أنها جاءت من مؤسسة الطريق إلى السلام، وهذه المؤسسة
مرتبطة بالكنيسة الكاثوليكية بالفاتيكان، وأن تأتي الكنيسة الكاثوليكية وتكرم جلالة الملك هذا له معنى. كيف تقرؤون أهمية هذا التكريم كرئيس أساقفة، كرئيس كنيسة، وكأسقف، كراعي منخرط في العمل الإنساني والروحي مع الوطني؟ أبونا الحبيب، أهمية هذا الحدث اللي تفضلت فيه هو أنه جلالة سيدنا الملك بيحمل رسالة عميقة في زمن صعب اللي فيه كتير من الأمور عمالها بتنهار حوالينا، قيم، مبادئ، قدوة. فقديش مهم إنه رسالة الأردن ورسالة جلالة الملك في هذا الزمن إنه الكنيسة أن تقدرها، وإنه الكنيسة تقدر إنها تشوفها بكل أبعادها، أبعادها الوطنية، الحضارية والثقافية والروحية. كتير مهم إنه كل هاي العناصر اللي مترابطة مع بعضها البعض في جذورنا بهاي البلاد المقدسة بامتدادها الحضاري، الثقافي، الروحي، الوطني، العروبي، إنه نقدر نجسدها في مؤسساتنا الكنسية، وبالتالي تقدر الكنيسة إنها ترسل رسائلها للعالم بأكمله، إنه الكنيسة تطوب العمل المبارك لأنه الله يباركه، وما يبارك الله هو فقط اللي بدوم، لأنه أي شيء بدون الله اللي مش موجود فيه الله ما له ولا قيمة حقيقية، وبالتالي يتلاشى بيختفي لأنه ما له وجود. كل شيء بيكون موجود مع ربنا، وطريق جلالة سيدنا أو بالأحرى الهاشميين بالمراحل اللي نحن اختبرناها وعشناها، لأنه نحن ما بنتكلم ببعد نظري ولا بنتكلم ببعد إنه نحن بدنا نتكلم عن أشخاص، ولكن نحن بنتكلم عن شيء اللي نحن بنتلمسه يوميا، وبنعكس على مواطنتنا، بنعكس على حياتنا، على عيشنا، وبنعكس على طريقة تفكيرنا ورؤيتنا للمستقبل، لوين نحن رايحين. فنحن عمالنا بنشوف في جلالة سيدنا كل هاي القيم عمالها تجسد في نهج من أجل المواطنة، نهج من أجل حمل هاي القيم الروحية، نهج من أجل ترسيخها في مؤسسات الوطن، ومن أجل إنه الإنسان يتبناها، يعيش بموجبها. فهذا كله حقيقة يعني شيء جميل، وبفتكر له رسائل عديدة لكثير من الدول ولكثير من المؤسسات العالمية، إنه نهتم بروح السلام الآتي من فوق من لدن الله، وإنه ونجسد هذا السلام بحياتنا وفي قلوبنا أول حتى ينعكس على بيوتنا وعلى مجتمعاتنا، ونقدر إنه نقدر نميز ما بين الشيء الحقيقة منير والصالح من الأشياء اللي كتير اللي في إلها دور ضوء أو تلمع، ولكنها في مكنونها مش ما في نقاء ولا في أصالة. في سبب الذي بني عليه منح الجائزة لجلالة الملك والملكة لدورهما في تعزيز الحوار والوئام بين الأديان وفرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين. الأردن كما تعلم صاحب السيادة، الأردن طول عمره مضافة، فاتح أبواب ولا تسكرت أبواب، وهذا الوطن أمن الخائفين، أمنهم من خوف وأشبعهم من جوع. هذا نقرأه في الكتاب المقدس: كنت جائعا فأطعمتموني، و
بناء السلام، طوبى لصانع السلام. رسائل، هذه الرسائل هي رسائل السماء. وأنت أشرتم إلى أن الكنيسة يجب أن يكون لها دور. هل تحس صاحب السيادة أن الكنيسة الآن الكرة في مرماها عندما تتم مثل هذه المبادرات التي يقوم بها جلالة الملك ويلقى هذا التكريم؟ تحس أن الكنيسة هي الكرة في مرمى المؤسسات الكنسية والمؤسسات الدينية المسيحية والإسلامية؟ احنا كلنا علينا دور، يعني وين العلاقة ما بين الديني الروحي والإنساني هنا؟ شكرا أبونا. وبتعرف وانت تتكلم أبونا رجعتني كمان للقرون الأولى من المسيحية، كيف بلادنا في الأردن هي استضافت كنيسة القدس بين سنة 70 ل 134 أو 37 في عنا هون في الأردن. وهي بتشوف إنه سيدنا مش قبل هيك الأردن استضافت أول مجموعة وافدين جاؤونا من سيناء؟ صحيح، يعني صحيح. مع النبي موسى، مش هيك؟ صحيح صحيح. نعم. صحيح. نعم. صحيح أبونا. نعم. وهذا بتشوف إنه هذا الدور اللي شاءت العناية الإلهية إنه يلعبوا هذا الوطن كمضياف، كقلب مفتوح للكل، اللي دائما منصلي انه الكل يقدر هذا الدور اللي ربنا سمح انه الوطن يقوم فيه. وعشان هيك ربنا يبارك هذا البلد، لانه بفكر هو مبارك. ليش؟ لانه غير انه مسمى اسمه الاردن من نهر الاردن. نعم. ولكن كمان اللي فيه تم الظهور الالهي، ولكن كمان إنه بلادنا هي البلاد المقدسة. وهي بركة كبيرة ونعمة ربنا أنعمها علينا إنه نحن نكون أبناء لهذا البلد ولهي لهذا الوطن العزيز والغالي. أبونا نعم، اللي تفضلت فيه كتير صائب. ليش؟ لأنه الكنيسة دائما إلها دور مركزي. ربما في بعض مراحل كثيرين ما بدهم يشوفوا دور الكنيسة ويخذوه بجدية، ولكن الكنيسة هي مؤسسة إلهية بشرية، وكونه فيها العنصر الإلهي هو اللي بعطيها هاي القيمة إنها تبقى بقيمتها الحقيقية الأمس واليوم وإلى الأبد. لأنه هي المؤسسة الكنسية. فبالتالي نعم، الكرة هي في ملعب الكنيسة دائم، ولكن كتير مرات بتصدف ظروف أو أمور اللي بتتم اللي تحاول إنها تهمش دور الكنيسة، أو تحاول إنها تبعد الكنيسة عن ساحة أو عن مسرح الأحداث اللي بتتم. ولكن برأيي الكنيسة دائما هي الساحة والمكان اللي فيه يبارك الإنسان وتتفاعل مع كل مجريات الأحداث اللي بتتم في العالم. فبالتالي مثل هيك مبادرات حقيقة بتأخذ دور مميز في قلوب الناس، كمان أبناء الكنيسة وأبناء العالم بأكمله، إنه تبقى الكنيسة بمكانتها الحقيقية برسالتها الروحية حتى تقدر ترسخ وتساهم في ترسيخ القيم والمبادئ اللي نحن دائما مننادي فيها كنمط عيش، يعني لا. نعيشها ببعدها لا. الروحي لا. وهي هي الحياة الروحية اللي نحن بنتكلم طيب. عنها، لأنه ما بنقدر نتكلم عن حياة مسيحية بدون حياة روحية وبدون مواطنة صالحة، لأنه الإنسان المسيحي الروحاني هو مواطن صالح طيب. ما بنقدر نفصل هذول الاثنين عن بعضهم عن بعضهم البعض. وعشان هيك هاي هي رسالة الكنيسة، وهاي هي نظرة الكنيسة لكل القضايا المعاصرة وبما فيها اللي تفضلت فيه، يعني هاي الأبعاد الثلاثة للأردن ولجلالة الملك وجلالة الملكة، إما كان بخصوص اللاجئين واستضافتهم وكيف أبواب الوطن مفتوحة بكل أبعادها، أو بموضوع كل القضايا اللي هي بتخص السلام في 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 منطقة ملتهبة متوترة بظروف صعبة جدا للغاية، إما كانت اقتصادية أو سياسية، بإزدياد للبطالة، بإزدياد للوضع الإنسان المعاصر. في الأردن بيحمل رسالة سلام
وهي الرسالة السلام مكنونها أو تترجم برسالة روحية في حوار وتلتقي مع السماء. نعم وتلتقي وبتجسد هذا اللقاء. نعم. هذا العيش المشترك اللي دائما بنحاول انه نقيمه ونعيد نظرتنا لأي أخطاء في انها تصير حتى نعالجها وحتى نمشي للأفضل ونتطور ونكون دائما للأحسن. سيدنا قبل يعني ما أذهب إلى عمق الجائزة، يعني أنت تشير إلى هذا الأردن أنه كان مضيافا، وسنة 70 استضاف أول جماعة مسيحية. الأردن مسيحيوه الآن هم استمرار 2000 سنة لهذا الوجود الحضور المسيحي. كيف ترى هذا الوجود المسيحي العربي العروبي في المنطقة انطلاقا من هذا الأردن؟ كيف ترى دور المسيحيين العرب في الأردن؟ إيش دورنا؟ يعني ليس فقط في كنيسة ولكن إنما على المستوى في بعده الوطني، كيف ترى دور المسيحي المؤمن اللي يحب الله ويحب القريب، كيف ترى دوره على المستوى الوطني؟ أبونا المسيحي عماله بيجسد روح الإنجيل وروح الرسالة الروحية للمسيحية. نعم. بملح الأرض. نعم. وبأنه كونوا قديسين كما أباكم السماوي كامل وقدوس. فالمسيحي بجهاده الروحي حتى يكمل ذاته ويتقدس ودائما يتعلم كيف يحب أكثر وكيف يسامح أكثر وكيف يغفر أكثر ويعطي نكهة، مش هيك سيد؟ تمام. هو الملح تفضل. نعم. فيه. نعم. هو الملح. فعشان هيك هاي الروح اللي بيجسدها المسيحي عمالها بتنعكس على كتير مظاهر حياتية، وبالتالي في حضور حي للمسيحي مع انه البعض بقع في فخ انه يتكلم عن أقلية وأكثرية، في حين نحن مش لازم نقع بهذا، لانه المسيحي مش أقلية، ولكن المسيحي بطريقة ونمط عيشه وتفاعليته هو يلتقي مع أخوه المسلم في بناء كل مؤسسات الوطن، في بناء حضارتنا، في بناء ثقافتنا، في المساهمة في كل الأبعاد اللي نحن بنشوفها في كل المجالات الحياة. فبالتالي هذا الملح، هذا الطعم اللي تفضلت فيه اللي عماله بينعكس، عماله بعطي نكهة لكثير من الأمور، ففي فسيفساء متكاملة مترابطة. نعم. مع بعضها. نعم. البعض اللي بفتكر مسؤوليتنا هون إنه دائما إن 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 نرجعها لجذورها الروحية الوطنية لأصلها، حتى نقدر انه نمتنها اكثر واكثر في زمن اللي كثير كثير عمالهم بيحاولوا انهم يبعدونا عن الوطنيه وعن الروحانيه وعن الهويه وعن كثير من الامور اللي نحن لازم نتمسك فيها في هذا الزمن. فبالتالي بفكر هاي هي رساله، يعني كمان هاي هي المساهمه المسيحيه، انه لازم المسيحي اكثر يعرف ذاته ويفتخر ويعتز بذاته حتى يقدر انه يكون شريك في بناء المستقبل. ملح له اذا ما اعطى نكهه، اذا فسد الملح فبماذا يملح؟ صحيح. سيدنا انا اتفق مع سيادتك واقول بانه علينا ان نرفض الارقام والنسب والاعداد عندما نتحدث عن دور مسيحي عربي وعروبي، نتناسى ونرفض أن تكون هناك أرقام، يعني الديجيتال والديجيتس والخانة والرقم هذا تصبح غير ذي جدوى. سيدنا أنا أتحدث عن الوجود المسيحي، والكلام اللي تفضلت فيه هو ما يقوله جلالة الملك بأن المسيحيين في هذه المنطقة هم جزء من ماضيها وحاضرها ومستقبلها. من هنا يعني أبحث عن هذا الحضور المسيحي والتفاعل المسيحي. وإذا كنا نتحدث عن حوار بين الأديان،
أنا أرى أن كثير من المجتمعات والدول بدأت أو بالأحرى لنكون منصفين استفاقت على شيء اسمه حوار أديان. شافوا الأردن بتحدث بحوار الأديان، أخذت بعض الدول تلحق برك، وإحنا ما بنغضب، إحنا مبسوطين، ولكن نتحدث عن وجود مسيحي 2000 سنة، والإسلام جاء في القرن السابع الميلادي، وهذا التلاقي هنا على هذه الأرض يجعل الأردن يكاد يكون الوحيد اللي منطبق عليه هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه الميزة. كيف ترون دور المسيحيين في الماضي والحاضر والمستقبل بالتعاون مع إخوتهم المسلمين، رغم أن هناك يعني مرت المنطقة زي ما تفضلتم باضطراب وملتهبة وتطرف وإرهاب وداعش وإلى غير ذلك، كيف ترون تعاوننا سوا؟ قدس أبونا الحبيب، التعاون والرسالة اللي عمالها بنبعثها لكل العالم إنه هي رسالة في الوسطية اللي بتكلم عنها مش جلالة سيدنا فقط ولكن أباء الكنيسة. لما منشوف أباء الكنيسة يتكلمون عن الطريق الملوكي اللي هو الوسطي، إنه ما نروح الطريق الملوكي ملوكي. هو نعم. هو نعم. هو ليس درب فقط وإنه منهج. نعم هو نهج. نعم نعم, نعم. قدس أبونا، وهذا حقيقي عمالنا منشوفه كروح اللي منجسدها في عيشنا المشترك الإسلامي والمسيحي، اللي حقيقة كتير مرات زي بمر في بعض أمور اللي ما بتكون سليمة وصحيحة، ولكن الديناميكية والروح والنية الصالحة في نفوس الخيرين الأكثرية من أبناء هذا الوطن عمالهم الحريصين على بقاء هاي الصورة الحقيقية، فبالتالي هاي الشوائب سرعان ما تتلاشى وبتذوب في داخل المحبة الحقيقية النابعة من 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 هاي النفوس اللي ربنا بيجي وبيباركها، وعشان هيك عملها بثمر مع كل الشوائب المرات بتكون. وهذا حقيقة لما منشوفه تاريخيا بالماضي مع الحاضر وكيف منتطلع للمستقبل، كتير مهم انه نقدر نساهم في مراجعة حقيقية لإله، حتى نقدر انه نكون حريصين انه نطوره أكثر، لانه بفكر هاي كمان علينا مسؤولية تجاه الأجيال القادمة. نعم. إنه نحن نسلمهم شيء حقيقي آتي من محبة حقيقية بتلاقي حقيقي مع بعضنا البعض، بعيد عن المجاملات وبعيد عن سمحني حتى النفاق أو التكاذب. نعم أبونا، ولكن يكون نابع من قلب. نعم. من 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 حقيقة. صحيح. لأنه هاي الحقيقة موجودة. نعم. وحرام إنه تختفي بجمالها وبهائها. بالتمام أبونا، فهي مسؤوليتنا إن هاي نقدمها، نحافظ على هاي الصورة حتى نسلمها للأجيال القادمة، وهيك نشوف المستقبل اللي لازم كلنا نساهم في بنائه ببعد حقيقي. وهذا اللي عليه جلالة سيدنا حريص، اللي دائما أو هلأ اللي عمالنا منشوف قديش حرصه على المواطن وعلى القدس بأماكنها المقدسة. قبل أن ندخل القدس سيدنا، مش رحين نترك هنا قبل أن نرافق نروح بمعيتك إلى القدس. لازم سيدنا جلالة الملك يقول عندما يستلم الجائزة، يقول أنه يتسلم هذه الجائزة باسم الأردنيين، ويتحدث عن إلهام الأردنيين لهذا العيش الواحد، هذا الوئام. ولهذا السبب نتحدث عن نموذجية في العلاقة المسيحية الإسلامية، واللي يعني سلط الضوء عليها هنا صاحب السيادة، على أن علاقة مسيحية إسلامية هنا تكاد تكون نموذج. ويعني نرفض من يريد أن يتسلق، يعني أنا باسمك سيد اسمح أن نقدم، نعزي أنفسنا. نعم. ونقدم أكبر العزاء بشهيدة الحق. نعم. والكلمة والإعلام. شيرين. والتراب الوطني. شيرين. نسرين أبو عاقلة. نعم. نعم. هاي بنت كنيستنا. نعم. استشهدت. نعم. وهناك البعض يعني يضيع الوقت
يجوز لها الرحمة لا يجوز، مسيحية مش مسيحية، هذا الكلام غريب عنا واللي تفضلت فيه إنه لا يمكن أن يسود. نعم. يعني زي ما بتجيب كمية من شائب بتحطها في ماء، المية يعني تغرق هذا. وهذا بدي يأخذني إلى القدس سيدنا. نعم. جلالة الملك والأردن ونحن كأبناء لهذا الوطن وكأبناء هذه الكنيسة الأردنية عندما نتحدث بأي شأن تدخل القدس. القدس عروس المدائن. جلالة الملك يقول الطريق إلى السلام ينبغي أن تمر بالقدس، وأنت قريب من هذه القدس اللي هي قدسنا جميعا. جلالة الملك كرم القدس وهو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية. نعم. صار في إعمارين، في إعمارات للأقصى موجود. نعم. هناك إعمارين، الإعماران الهاشميان لكنيسة القيامة الأول والثاني، ولي نعم. حدثنا عن هذا وعن دور بطريركية البطريركية. نعم. وكنائس القدس. نعم. 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 معها أبونا، بتعرف رؤية جلالة سيدنا الملك بهذا البعد الروحي اللي بتحمله القدس، لأنه حقيقة ما بنقدر نشوف لكل قضايا المنطقة بدون حل عادل للقضية الفلسطينية. نعم. وبدون نظرة حقيقية للقدس كعاصمة روحية للعالم كله، لأنه القدس هي لازم كلنا نكون حريصين على المحافظة عليها بعيد عن كل النزاعات السياسية وكل النزاعات اللي عمالها بتدور ضمن أطر عديدة. القدس هي المكان اللي تم فيه التجسد الإلهي، وربنا ومخلصنا يسوع المسيح فيها كابد الألام من أجل خلاص الإنسان، وفيها الرب والمخلص يسوع المسيح قام من بين الأموات منتصرا على الموت. عشان هيك نحن باحتفالنا بالفصح بنحتفل بموت الموت. فبالتالي هاي الرسالة اللي منبعثة من القبر الخلاصي، من كنيسة القيامة، من بطريركية القدس ومن كنائس القدس. نعم. هاي رسالة أبونا، كنائس القدس حافظت عليها 2000 سنة، وهاي البطريركية المقدسية اللي موجودة غاد اللي عمالها بتكون هي شاهدة لهذا المرور، يعني كله إما كانت من الكنيسة الأولى أو يعني للتجسد الإلهي للكنيسة الأولى، مرورا بالقرون الأولى للمسيحية، مرورا بالخليفة عمر بن الخطاب والبطريرك سوفرونيوس، لكل اللي مرت في المنطقة من كل اللي أتوا عليها. الكنيسة والكنائس والبطريركية هي موجودة كشاهدة لهوية القدس الروحية، وهون دورنا، رسالتنا للقدس. وجلالة الملك هو حريص على حمل هاي الرسالة كوصي على الأماكن المقدسة، ويدرك أهميتها. بالتمام بالتمام أبونا. نعم. ليش؟ لأنه في قلبه في هاي الروح اللي. نعم. دايما منشوفها، وأنت كنت أبونا موجود في آخر لقاء اللي كان مع جلالة سيدنا. نعم. قديش كان حريص إنه يسمع من الكل عن هموم الكنائس والمساجد في القدس، عن هموم أبناء القدس المقدسيين، وعن كيف منا نساعد كلنا مع بعضنا، الأقصى والقيامة، المسلم والمسيحي، الكنيسة والجامع، الأردن وجلالة الملك معنا كلنا، حتى نقدر إنه نوصل لإنه نحافظ على هاي الهوية، على هذا الوجود، ونحافظ على هاي الرسالة اللي بتحملها القدس. أنا بفتكر نحن في مرحلة كتير مهم إنه نكون كلنا ملتفين حول جلالة الملك بهذا الحمل الثقيل اللي بيحمله في مرحلة صعبة، اللي فيه لازم كلنا نكون متكاثفين مع بعضنا البعض. وحقيقة اليوم كمان اللي تفضلت فيه
كيف بهاي الطريقة البشعة تم اغتيال إنسانة لحقيقة كانت تؤدي رسالة، رسالة اللي كانت لازم تحترم من الكل بطريقة كتير بشعة، وإنها استشهدت على أرض فلسطين جنين في اللي هي ابنة الكنيسة زي ما تفضلت أبونا. فعشان هيك بفتكر كله هاد بتلاقى مع بعضه البعض حتى نقدر إنه نحكي إنه نحن رح نستمر في وجودنا، ونحن ملتفين حول قيادتنا الهاشمية، ونحن واثقين إنه الله هو معنا. فبالتالي طالما الله معنا ما منخاف من شيء، وهذا هو اللي بيخلينا إنه نستقبل كل التحديات الآتية علينا ونتجاوزها. عن الإعمار الهاشمي صحيح. للقبر المقدس سيدنا شو بحب. حقيقة أبونا كانت بادرة، جلال سيدنا دايما ببادر لأي شيء. القبر الخلاصي أبونا من 200 سنة كان ما تم ترميمه، والترميم تم في هاي المرحلة على عهد البطرك ثيوفيلوس اللي قام مع الكنائس الموجودة في كنيسة القيامة حتى يصير في إعادة ترميم للقبر المقدس. نعم. هاي كانت المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية هي هلأ في كنيسة القيامة كاملة أعماله بيصير في الأرضيات. نعم. وتحت أبونا حتى البنية التحتية للكنيسة. نعم. اللي هي بحالة كتير خطرة كانت وصعبة هندسيا، فبالتالي أجت مبادرة جلالة الملك فورا بدعم الترميم وإعادة إعمار القبر المقدس وكنيسة القيامة بمرحلتين. حقيقة هاي كانت رسالة للكل. نعم. وأعطت هوية لوجودنا كجلالة الملك وكهاشميين كأوصياء على الأماكن المقدسة، ولكن كمان رسالة وجود عروبي وطني إنه نحن موجودين ونحن اللي بنينا، ونحن رح نستمر في البناء، ومش رح أي شيء يعيقنا عن إنه نقدر نطور في كل أماكننا المقدسة اللي هي مصدر وجودنا وهي مصدر روحيا نستمد منها. يعني مين منا بدخل كنيسة القيامة وما حقيقة في داخله بحس بكل هاي الأحاسيس الروحية اللي صعب يقدر يعبر عنها بالكلام، ولكن تعاش وتنعكس على حياة. جلالة الملك في خطابه تحدث عن الوجود المسيح العربي في القدس، ودائما يقرع هذا الناقوس. من تقاليدنا نحن كأبناء الكنيسة في هذه الأراضي المقدسة أن تكون القدس، القدس مدينة مسيحية، مدينة إسلامية، مدينة عربية. والحديث عن يعني اختفاء الحضور المسيحي منها هذا ناقوس خطر. وبعجالة سيدنا، كيف بتشوف دور الكنائس في تشجيع أبنائها على البقاء في هذه الأرض المقدسة، شهود وحضور ومواطنة؟ صحيح أبونا، وحقيقة أبونا إنه دور الكنائس كتير مهم. ليش؟ لأنه دور الكنائس هو اللي بعطي القوة الروحية والنفسية لأبناء الوطن إنهم يبقوا ثابتين في بلادهم، لأنه بالمنطق وبالعقل الإنسان مش راح يبقى بكل هاي الظروف الصعبة، ولكن فقط بالإيمان هو باقي. وهون دور الكنيسة إنها تعزز هذا البقاء. نعم. حتى يبقى المسيحي في بلادنا، لأنه حقيقة مقلق كتير إنه عماله أعداد المسيحيين كل مالها ما بتتناقص. كمان في عنا هجرة كبيرة، كمان في عنا تغيير للهوية، هوية المدينة المقدسة. نعم. بطريقة غير مسبوقة، إنها إعطائها طابع صهيوني اللي نحن بنرفضه كلنا، وعشان هيك مهم هون إنه نحافظ على هاي الهوية للمدينة المقدسة ببعدها الروحي والوطني
نعم. والمسيحي الإسلامي واليهودي اللي له طبعاً مكانته طبعاً. نعم. نحن نعم. ما عندنا، ولكن إنه مش لازم إنه جهة تطغى على الثانية نعم. وتهمش الثانية وتستغيب الثانية، لأن نحن كلنا موجودين ونحن أصحاب هاي البلاد وأصحاب هذا الأرض. هذا مش لازم إنه ينتسى، هي هويتنا. فبالتالي مش رح نسمح لأي حد، وهي هي رسالة الكنائس، هي رسالة هوية ووجود وبقاء. واضح إنه العلاقة المسيحية الإسلامية في القدس علاقة نموذجية، هناك علاقة طيبة بين المؤسسات الدينية الرسمية الكنيسية والشرعية والإسلامية، ولكن أيضا هناك علاقة طيبة ما بين الجماعة المسيحية والجماعة الإسلامية من سكان هذه المدينة المقدسة. واضح إنه هذا إرث من تقاليدنا، أن نعيش هنا المسلم والمسيحي، والأولى أن يتم ذلك في القدس. واللي بحكي عنها جلالة الملك، القدس ليست فقط مدينة صلاة ولكنها مدينة أمل، واسمح لي أن أضيف أنها مدينة وئام. ينبغي أن تكون كذا. إذا اختفى هذا الوئام بين أتباع الأديان يصبح تدنيس. صحيح أبونا، وين رسالة؟ يعني هي هي رسالة الإيمان، هي إنها تجسد الإيمان لحياة. فإذا ما تجسد الإيمان، والحمد لله هذا اللي منشوفه، إنه تفضلت فيه أبونا، إنه عماله في تجسيد لهذا الإيمان في حياة المسيحي والمسلم في المدينة المقدسة، وهذا اللي لازم نحن نحافظ عليه كإرث. يعني إن نضلنا كلنا نحافظ عليه، ونبعد كل هاي الأمور السلبية اللي كتير مرات بتبرز، حتى نقدر إنه ندفنها فورا، وفقط اللي يشعها هو الواقع الحقيقي لبلادنا المقدسة، اللي كتير مرات الإعلام بيخفيه وبيحاول يظهر صورة بشعة للمسيحي وللمسلم، ويشوه هاي الصورة ويحاول إنه يعكس عن حقيقتها. ولكن بفكر دورنا نحن ككنائس وكإعلام إنه نقدر نبرز هاي الصورة الحقيقية للمواطنة وللعيش اللي نحن منعيشه مع بعضنا البعض، وإن كان في بعض شوائب، الشوائب ما بتلغي الحقيقة الموجودة طيلة هاي الفترة الزمنية. أنا بدي أشكرك صاحب السيادة على أنك يعني بدأت بنهج جديد هنا، وربطت القدس مش مع الأردن، ولكن ربطت القدس مع المنطقة ومع دول كثيرة. ورأيناك أنت إلى الجانب الشرقي من القدس تحمل نور سبت النور، وأن تجوب أرض هذا الوطن المبارك تحمل. والسنة يعني أتت من القدس هذه البركة، وكنت حريص على أن تنتقل إلى سوريا، إلى لبنان، بل وإلى بلاد ما بين النهرين، العراق. يعني خارج نطاق المعنى الروحي اللي إحنا نخشع أمامه، كيف يمكن لمثل هذه المبادرات أن تعزز الحق، حق الكنيسة في أرضها، في قيامتها، في قبر مخلصها، حقوق يعني أصحاب حق. كيف ترى يعني خارج هذه الرمزية الجميلة؟ نعم. قنديل من وين جاء؟ جاء من القدس. يعني بتذكر أنت مش بتعمل دعاية، أنت تحمل بشرة. نعم. القبر المقدس إلى هذا. نعم. شو هذا؟ شو بناحية. كيف ترى هذا الدور في الإصرار على الحق والحقيقة؟ أبونا، هي رسالة أمل، رسالة رجاء، رسالة خلاص، رسالة نور اللي منبعثة من القبر الخلاصي إلى كل العالم، وهي اللي بتجسد وبترسخ الحقيقة في زمننا. وحقيقة اللي تفضلت فيه أبونا لما يعني كنا حريصين إنه يكون نروح لكل الكنائس في الأردن، حتى بوقت كورونا
يعني أنا طلعت وبشكر الدولة اللي ساعدتني، وهون بنشوف أردننا الغالي. نعم نعم طيب. إنه أمنت لي كل إشي، حتى ألف كل قرية وكل مدينة من مدن الأردن ويوصل لها النور، في إنه كان معنا ما بنقدر نطلع. ولكن السنة اللي صار كمان إنه ييجوا من كل الدول بما فيهم العراق ويأخذوا النور المقدس، طائرة خاصة لبلادهم، بطائرة خاصة من الحكومة، رئيس الوزراء. نعم نعم, نعم, نعم. فكانت مبادرة أبونا جميلة، واللي سمعناه من إخوتنا من العراق قديش كان عندهم فرح بمجيء النور المقدس من القدس. فهي بفكر هي هي رسالة أمل ورجاء للمسيحي وللمسلم، إنه نحن باقيين، الحق باقي، ومهما كبر أو الظلم أو العتمة النور آتي وسينور القلوب والعقول والعالم كله، لأنه هي رسالة إيماننا المسيحي، إنه الله هو اللي بحط التوقيع الأخير على كل المشاهد اللي بتتم في عالمنا كله. مهما وضع أقوياء العالم توقيعهم، ولكن التوقيع النهائي هو لله، اللي هو بنهي كل إشي متى يشاء ومتى يريد بحسب التدبير. المجد اسمه تعالى. الكنيسة الأرثوذكسية من أكثر الكنائس تمسكا بتاريخ والتقليد وتقاليدها، وإحنا يعني ندرك أهمية هذا التقليد. كيف بتشوف سيدنا الآن وأنت ترعى يعني كنيسة تزدهر على أرض هذا الوطن روحيا ووطنيا، كيف ترى مرجعية التقليد عندنا، التقليد الكنسي، كيف بتشوفه أبونا؟ وأنا أريد أربط هذا مع الدور الأردني، يعني كما تفضلتم احنا بنحكي روحي ووطني. نعم 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 أبونا أنا المزبوط دائما، ويمكن أنت ملاحظ هذا، بحاول دائما في كل مكان أنه أبرز هذا الدور اللي هو الكنسي والوطني، والكنسي والوطني بعودتنا للجذور، لأنه نحن ما بنقدر أنه ما نرجع للجذور. يعني نحن لما بنتكلم عن وجود مسيحي وعن عقيدة وإيمان مسيحي وعن بشارة اللي نحن حملناها من 2000 سنة لكل العالم أعطيناها، طب كيف نحن من نقبل أي تشويه أو أي تشويش فيها في هاي الرسالة؟ عشان هيك نحن لازم نكون حريصين للعودة للجذور، يعني لأبائنا القديسين. نعم. اللي بالروح القدس عاشوا وأعطونا حطوا هذا الفريم للإيمان وللعقيدة. نعم. والإطار. حتى نقدر إنه نحن عنه ما نخرج، لأنه في كتير تحديات أمامنا اللي بتحاول إنها تدخلنا في جو غريب عن إيماننا وعن جذورنا الروحية والإيمانية، وهون نحن لازم نكون حريصين إنه ما نخرج عن هاي الجذور، لأنه هاي هي هويتنا. إذا خرجنا إذا لبسنا ثوب مش ثوبنا، رح نفقد كل شيء. فبالتالي برأيي إذا فقدنا إيماننا الحقيقي رح نفقد مواطنتنا وانتمائنا لهاي الأرض ولهاي البلاد. وحرصي هو مش ببعد طائفي أو تعصبي لفئة ضد الأخرى، ما في نحن ما عنا فئات وما في عنا، نحن في عنا حقيقة، والحقيقة هي واحدة. نعم. هي متجسدة في الرب والمخلص يسوع المسيح، اللي نحن كنا حريصين إنه أن تبقى هاي الحقيقة بدون شوائب مهما كثرت الشوائب من حوالينا. وهون دورنا حتى نبقى موجودين، لأنه كثيرين ما بدهم إنه نحن نستمر في الوجود والبقاء، وبالتالي بدهم يخلونا نخلع ثوبنا الأصيل، ثوبنا الحقيقي الإيمان العقائد. نعم. الروحي الوطني، ونلبس ثوب غريب عنا. لا، نحن مش رح نسمح، ولا نحن ككنيسة وككنائس مش لازم نسمح انه نلبس اي ثوب غريب عن ثوبنا، ولكن بالعكس رح نروح اكتر للجذور، ونحن نرجع لابائنا القديسين حتى نستمد منهم، وبالاخص من الليتورجيا. ابونا نحن كل قوتنا تكمن في الليتورجيا، بالاخص بالقداس الالهي. نعم. يعني نحن في القداس الالهي
ما في إشي أعظم في العالم بتم من القداس الإلهي اللي فيه كلنا منتحد مع بعضنا البعض مع الله، وكلنا منحاول إنه كل أحمالنا نوضعها على المذبح المقدس، على المائدة المقدسة اللي هي القبر الخلاصي، وغاد نستمد نور القيامة منه حتى ينير قلوبنا وعالمنا. فبالتالي هاي هي جذورنا، هاي هي هويتنا، وهذا هو وطننا، وهون دورنا في الأردن، وهاي هي رسالتنا كمان كمجلس رؤساء الكنائس في الأردن، إنه نحمل هاي الرسالة. وحرصنا إنه نحن الأردن ومسيحيين الأردن أن يبقوا محافظين على هويتهم المشرقية. نعم. تقاليدهم. نعم بالتمام، هو حرص أبونا على مواطنتنا. يعني أنا سألني أحدهم قال إنه مثلا لباسنا الكهنوتي، نعم، قضية زواج الكاهن قبل الرسامة مش بعد الرسامة. نعم. يعني أنتوا يعني لو جاءك أحدهم أحد الكهنة وقال لك لسبب أو لآخر كان أرمل، تسمح له يتزوج بعد الكهنوت؟ يعني مسموح هذا الكلام سيد؟ يعني تقليديا إيش بكون هذا الموقف من زواج من راهب خوري راهبة؟ هذه جزء من تقاليدنا. أي شيء يعني بيساعد على، هل هذا تطور سيدنا بتشوفه يعني، أو بهز صورتنا؟ يعني إحنا أمام الأديرة والرهبان، أنت راهب سيد، أنت راهب عضو في رهبنا. قديش عمر هاي رهبنا؟ قديش يعني عمقنا وثراءنا وتراثنا وإرثنا هذا مرتبط بهذه الأرض، صحيح، مرتبط بالوطن، جزء من الوطن. شو تعقيبك على ذلك؟ هو جزء لا يتجزأ من المواطنة ومن الوطن وبجذورنا. وأبونا كمان إشي عندنا في الكنيسة لمعالجة كل القضايا اللي منتعرض لها في أي زمن من الأزمنة، عندنا التدبير الكنسي اللي يستخدم بروح تمام والحكمة حتى نقدر إنه يجسد روح التقليد وروح الأصالة اللي موجودة في الكنيسة المقدسة. فبالتالي أي شيء بيقدر إنه يخضع لهاي الروح، ولكن في أمور ما بنقدر إنه نجاريها، خلفها ولا بنقدر إنه نمشي على عكسها، لأنه إذا مشينا على عكسها نحن بنروح ضد البركة، فما بنقدر إنه نمشي ضد البركة، لأنه بنفقد هويتنا، بنفقد سيدنا. بتحس إنه مجتمعنا ما زال مجتمع يحافظ يتمسك بتقاليده الكنسية؟ أنا لا أتحدث عن نعم عن تكنولوجيا، نعم، أتحدث عن، صحيح، أبونا متمسك تقاليد الروحية الدينية الكنسية، متمسك أبونا، متمسك بطريقة إنه حقيقة مرات منشوف في قرانا ومدننا، أنا بشوف في ستات أو في رجال ختياريين أو ختياريات، نعم، حقيقة بتشوف فيهم النعمة، نعمة الروح القدس، وكثير مرات مجرد إنك تشوفهم أو كلامهم أو يعني عن الأصالة وعن الأمور الرئيسية بتشوفهم إنهم بيكون إلنا صوت رادع إنه لوين أنتوا رايحين، انتبهوا، في جذور في هذا يعني هذيك اليوم كنت في حمود في أحد قرانا اللي منعتز ومنفتخر فيها في الجنوب، وتحدثتني ست بالتسعينيات من عمرها عن الصيام في الكنيسة، وكيف إنه الصيام الانقطاعي في الكنيسة للساعة التاسعة اللي هي للثلاثة وترفض أي تعديل أي تغيير أي تعديل، وبترفضه بقوة وبشدة وبشدة، وما زالت لهذا العمر متمسكة فيه. فبالتالي لما تشوف امرأة بالتسعينيات متمسكة بالانقطاع بالصوم، وبتيجي أنت وبدك تحكي أي إشي بما يخص الصيام، تحكي وين أنا؟ طب هدول الله مش مخليهم، حتى مرات حتى نحن، نعم، يوبخونا ويحكونا انتبهوا ما تنجرفوا وراء أي طيار، ولكن خليكم متمسكين بالجذور بالروح. كتير مرات أعطينا أمور كتير أعطيناها تساهل وإنها شكليات، لا، كلها إلها عمق، إلها جوهر، إلها حياة، ولكن نحن أفقدنا الإشي، صار كل إشي عندنا جاف
بطل في حياة، ولكن في كل إشي في حياة. وبفكر هذول الأقدميين، وأنا حقيقة كل مرة منخسر شيخ أو شيخة وبروح حتى نودعهم بالجنازة ونحن نصلي لإلهم، بحكي افتقدنا شيء من منا، افتقدنا ثروة. شيء ثروة، نعم حقيقة ثروة. وهي الثروة ما قديش مسؤولين نحن إنه نغرسها في أولادنا وفي أحفادنا. اللي يخوف إنه كتير مرات يعني بشوف الجدات وبشوف الأمهات قديش في هو، وقديش علينا مسؤولية إنه نحافظ على هاي القدوة، على هاي الصورة للجدة والجد حية في عائلاتنا بعيد عن كل التشويش اللي بيصير. تقاليدنا جميلة على المستوى الكنسي، على المستوى الروحي، المستوى الاجتماعي. صحيح. في أمور كثيرة يجب أن نحافظ عليها، وهي ويبدو أنه هذا جزء من هويتنا، واللي إحنا يعني لا أظن أنه إحنا خرجنا عن موضوع هذا الموضوع، لأنه ما دمنا نتحدث عن حضور مسيحي وشهادة مسيحية، هذا جزء من هويتنا ومن ملامحنا. صحيح. وهي يعني هي رسالتنا، حتى رسالة السلام أبونا، كيف نحن نستطيع أن نتكلم عن السلام وعن جائزة جلالة سيدنا؟ لأنه السلام هو الآتي من فوق من لدن الله، وهذا السلام بيكون بعودتنا لهاي الجذور. هون هذا السلام، مش بنحكي بالطلبات بسلام إلى الرب نطلب، وثاني طلبي من أجل السلام الذي من العلا. صحيح. نعم، وبعدين نحكي من أجل سلام كل العالم، كل العالم. نعم صحيح. لأنه إذا ما أخذنا السلام الآتي من فوق، كيف بده يصير السلام في العالم؟ نعم. فمعناته في هيراركي، يعني تسلسل، يعني هذا هذه السلام المصالحة. نعم. تتم على أيدي من يصنعون السلام. طوبى لصانعي السلام. سيدنا أنت كراعي نشيط ومتحفز للخدمة وللحب الروحي الذي يعني تغدقه في وهذا الحديث أنا يعني يحركني ويهزني لما بتتحدث عن حمود، عن قرى، هذه قرانا اللي فيها هذه الأصالة. صحيح أبونا. أنا الأحد الجاي بشطنة أبونا رح أكون، وحقيقة رايع غاد، لأنه أنا كل مرة بشوف وجوههم، وجوه هذول الناس بتشوف أصالة، بتشوف حب حقيقي، بساطة، يعني طيبة، في كتير بيحملوا بدون ما يتكلموا، أنت بس بتشوفهم وبعطوك دروس وبتروح. أنا بفكر هاد مش لازم أنه نحن ننسى، إذا هاي هي المدارس، مدارسنا هي قرانا، هي مدارس، هي جامعات. نحن بنتكلم عن المحبة نروح نشوف المحبة، نتكلم عن البساطة نروح نشوف البساطة. غاد أنا كثير مرات بدخل على بيوت بتشوف البساطة، بتشوف بساطة أريستقراطية، في حين مرات بتزور قصور. نعم. في, 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 في العاصمة أو في أماكن عديدة، ولكن ما فيها أريستقراطية. غاد بتشوف بساطة أريستقراطية لأنها مليئة بالحب البسيط. هذا تعبير جميل. منشوف بساطة أريستقراطية أبونا، ما بنقدر نوصفها. بدك تعيشها، بس إذا بدك تقعد غاد وتسمعه وتعيشه، وهذا حب يعني ما بتقدر إنك إلا تختبره، يعني نعيشه. بفكر كلنا منعيشه. عم تشجعني أسألك سؤال شخصي حبيبه. نعم. تسمح أسألك كل فرح أبونا. دبين. نعم. شو بتعني لك أنت؟ يعني نعم طريق إلى السلام. نعم نعم أبونا. لا يعني نعم نعم هذا الجو الريفي طريق. جو نعم نعم أبونا، طريق إلى السلام الروحي أبونا. أبونا دبين فيها هالقد هدوء، سكينة، سلام، واللي بيلتقي مع عبء التاريخ والأصالة تبعت بلادنا وجمال الطبيعة، اللي بيلتقي مع روحانية القداس الإلهي اليومي اللي بيصير في الدير وفي الهدول، كلها بتلتقي مع بعضها وبعطيك إشي، بعطيك طريق إلى السلام. هذا اللي تفضلت فيه أبونا، يعني روح بلادنا، روح بلادنا المقدسة اللي فيها سكينة وفيها سلام، فيها أصالة النسك والحياة الرهبانية في بلادنا المقدسة، وين عمالنا بنحفر بنوجد أثار لأديار. طب هاي مش رسالة لإلنا نحن أبناء هذا الزمن، إنه بلادنا كانت مليئة بهذا الهدوء، بهذا السلام، بهاي الروح اللي لازم نحن نحافظ عليها بأديارنا وبعودتنا. هاي دبين بتجسد هذا العمق، هذا البعد الروحي اللي فيه هدوء، فيه سلام،
وفي هذه الخلوة الروحية حاجتها احنا جدا جدا. ابونا غادي منشحن زي ما كان يحكي القديس بايسوس، منشحن بطارياتنا اللي بتفضى في العالم، ونحن محتاجين انه نروح نشحن البطاريات قلبنا وفكرنا وكل اشي حتى نعود ونحن بروح حتى نقدر نساعد الانسان المعاصر، لانه الانسان بده منا يلاقينا نحن فينا اشي، اذا احنا ما كان فينا كيف بدنا نعطي الثاني؟ نعم. فهذا لازم نستمده من اديارنا، من بالاخص القداس الالهي، من الهدوء والسكينه، لانه هدول بخلونا نلتقي مع نفسنا اللي هو اهم شيء والاصعب شيء، انه نقدر نلتقي مع ذاتنا، لانه كثير مرات نحن بنلتقي مع الكل ولكن ما بنكون ملتقيين مع ذاتنا، عشان هيك بنفقد البوصله. ولكن كل ما بالسلام التقينا مع ذاتنا كل ما قدرنا كانت المصالحه اكمل واجمل. سيدنا بدنا نعود إلى نيويورك إذا بتسمح، ولقاء جلالة الملك مع العديد من القيادات المسيحية في نيويورك، وأشاد المونسنيور كاشا اللي هو يرأس هذه المؤسسة هناك، وهو يمثل يعني المراقب باسم الفاتيكان في الأمم المتحدة. التقى جلالة الملك مع رئيس أبرشية أمريكا للروم الأرثوذكس البيذافوروس. نعم. أيوة. و يعني هناك سمع الكثير من المواقف التي عبرت عنها هذه القيادات المسيحية عن دعمها للأردن وللأردن كوجهة للمسيحيين وللحج. كيف ترون يعني دورنا جميعا كمؤسسات كنسية في أن نعزز الأردن كوجهة للحج المسيحي؟ أبونا بلادنا مقدسة، ولازم أنه هاي الرسالة الروحية أنها تنتقل لكل العالم، وهون لازم نحن أنه نحاول نعطي هاي النكهة الروحية لكل زائر لبلادنا المقدسة، وبالأخص الحاج اللي جاي لأنه زيارة روحية دينية، أنه بده يزور البلاد المقدسة، والأردن هي جزء، هي المكان اللي حقيقة يعني الأسبوع اللي نحن فيه رح يجي وفد من الكنيسة اليونانية رسمي لعنا لوزارة السياحة والآثار حتى يتم في اتفاقية حتى الحجاج ييجوا لبلادنا للأردن. وقديش نحن حريصين إنه هذا إنه يمتد لكثير من الدول، إنه تقدر توصل لهم رسالة الأردن الروحية بأماكنها المقدسة، حتى تقدر يكون مكان حج زي ما كانت للعالم المسيحي. وبفكر هاي في دور إلنا للكنائس بهذه الطريقة، أنه نحافظ على هاي الهوية اللي بفكر المؤمنين من برا هن بأمس الحاجة إلها، يعني لما ييجوا على بلادنا المقدسة لأنهم بشعروا فينا بأن نحن الأصل، نحن الأصالة، وكتير مهم أنه نحن ننقل هاي الصورة لإلهم. فبفكر علينا مسؤولية بهذا الشيء، وهن محتاجين انهم يشوفوا هذا الاشي منا من الكنيسة، وربنا يساعدنا انه نقدر نوصل لهذا الاشي، انه نعطيه حتى نقدر انه نخلي كنائسنا واديورتنا واماكننا المقدسة مفتوحة لكل العالم المسيحي، لان نحن هون في نفس الوقت بنمثل كل العالم المسيحي في بلادنا المقدسة كحراس على الاماكن المقدسة اللي هي بتحرسنا، ولكن نحن بنقوم بدور تاريخي وطني في 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 المحافظة على هاي الأماكن اللي زي ما حكيت مش نحن بنحرسها ولكن هي بتحرسنا بناء بالبركة. قبل أن نختم بدي رسالة من سيادتك إلى أبناء هذا الوطن مسيحيين، أبناء هذا الوطن مسيحيين ومسلمين، لمشاهدينا متابعينا عبر هذه الشاشة الكريمة نور سات فضائية. أبونا حقيقة بدي أشكر القناة، بأول بدي أشكرك أنت لمحبتك، وقديش جميل الحوار معك أبونا،
والحديث معك شيق صاحب السيادة وخليك. أنا لو ما بيأشروني بنضلنا قاعدين وليه نضلنا قاعدين. أنا سعيد كثير معك حقيقة، وبحب أشكركم يعني والتلفزيون النورسات الفضائية وكل الدور اللي بتقوم فيه نورسات، لأنه حقيقة هي كمان بشارة في العالم للعالم المسيحي وللعالم كله. فربنا يبارك هذا المنبر الإعلامي حتى يبقى نبرس لكل قضيانا ولرسالتنا الروحية. وبحب أعايد كل أبنائنا أبناء الوطن البداية مسلمين ومسيحيين بهاي الأجواء اللي نمر فيها العيد الفصح المجيد وعيد الفطر، حتى وبحب إنه هاي المعايدة تكون مقرونة بدعاء لربنا، إنه ربنا يديم علينا كل هاي النعم اللي أعطانا إياها، حتى ونكون نحن نحافظ عليها، نحافظ على ديمومتها، وبالتالي نرفع صلاة بهذا اليوم أبونا من أجل الوطن ومن أجل كل العالم، حتى ربنا يحمي العالم كله من الأوبئة ومن الحروب ومن كل الأزمات اللي بيمر فيها منطقتنا والعالم كله، ويحفظ المواطن ويحفظ جلالة الملك كمان. منبارك ومنهنئ أنفسنا بجلالة ملكنا ومنصلي من أجله لربنا، ومنهنيه لكل الإنجاز اللي عماله بقدمه للوطن وللإنسان وللإنسانية في زمننا. وبتمنى للكل أعياد مليئة بالثمار الروحية، بقداسة أكثر، وبحياة روحية اللي تنعكس على عيشنا وعلى مواطنتنا وعلى انتمائنا وعلى تمسكنا في بلادنا في كنائسنا في وطننا، لأنه هي هي هويتنا وهذا هو وجودنا وهي هي بركتنا. شكرا صاحب السيادة. أنا مجددا أشكرك على تلبية الدعوة. عين على المشرق جاء صوتا ومنبرا من نافذته الأردنية يطل على كل هذه المنطقة، وهذه مناسبة أن نجدد الشكر والدعاء لإخوتنا في لبنان العزيز اللي نتمنى له أن يعود ليكون صاحب الدور الذي عهدناه فيه. لبنان أمين. لبنان الذي نحب، ولبنان المشرق الذي سيستيقظ وسيكون لبنانا لبنان القيامة، ونتمنى لهم كل الحب، وهم الذين يحملون صوت سيادتك وصوتنا في هذا البرنامج إلى كل إخوتنا متابعينا عبر هذا العالم في المنطقة وفي بلاد المهجر. أحبتنا متابعينا، بعد 4 سنوات من رحلة عمل وخدمة وبشارة ورسالة وإدارة، جاءنا سيادة المطران خريستوفوروس فمنح هذا البرنامج هذه الإطلالة الطيبة، وتحدثنا معه حول هذا الوطن، الوطن الملك، الوطن الشعب، الوطن التاريخ، عن القدس. وهذا التطواف الذي قمنا به ما كان ليكون لولا أن في هذا الوطن بركة من السماء، وفيه أيضا قيادة تحب الله وتحب هذا الإنسان. نحن فخورون بأننا أبناء هذا الوطن، وفخورون بأننا شهود للسيد المسيح في هذا المجتمع العربي المسلم الذي يوقر السيد المسيح وأمه العذراء البتول التي اصطفاها الله على نساء العالمين. في هذا المساء أجدد لكم الحب جميعا، ونطلب بركتك صاحب السيادة ودعائك لنا ولإخوتنا المتابعين. نجدد الحب والدعاء والتهنئة بالفطر، وقبل وبعد بالفصح، المسيح قام حقا قام، وإلى لقاء آخر الأسبوع القادم.
حتى ذلك الحين، دمتم بخير وعافية. آمين.